طبعا معانا عن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي افتتح النهاردة مجمع البنوك الوطنية الكبرى بفرع النادي بالشيخ زايد، وطبعا ده بيضم ثلاث بنوك هي بنك مصر، بنك القاهرة والبنك الأهلي، وده كان طبعا بحضور خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي وطارق أنديل ومحمد الجرحي أعضاء المجلس، وطبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي بزايد، وطبعا كمان كان موجود المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. وشهدت طبعا الاحتفالية دي حضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، وأيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حرصوا على أن هم يوفروا مجمع بنوك لفرع الشيخ زايد طبعا لما تقدمه البنوك الوطنية الثلاثة دي من خدمات مصرفية متعددة على أعلى مستوى متطور بيناسب أعضاء النادي، وأرست المزايدة اللي أجراها النادي في وقت قبل كده على البنوك الوطنية الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة بحق انتفاع فرع الشيخ زايد لمدة سنة، ويأتي وجود مجمع البنوك الجديد المقام على مساحة 600 متر بفرع الشيخ زايد ليضم طبعا ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، وده عشان يضمن وجود طبعا منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء 10 سنوات قادمة مقابل طبعا ما يقرب من 200 مليون جنيه طبعا مدة 10 سنين يا أحمد. طبعا أنا بتكلم، إحنا بتتكلمي على مبلغ طبعا ناحية استثمارية مهمة جدا لمجلس الإدارة، وفي نفس الوقت ناحية خدمية للأعضاء، أنت بتقدمي خدمة مع ثلاثة من أكبر البنوك على مستوى قارة أفريقيا والوطن العربي مصر والأهلي، لكن كمان في نفس الوقت الحقيقة في ناحية استثمارية، أنت بتتكلمي على مبلغ مش قليل خالص، بتتكلمي على مبلغ 200 مليون في 10 سنين يعني تقريبا معدل 20 مليون في السنة، وده طبعا هيساهم في انه يكون في طفره او مزيد من التطوير في النادي الاهلي. نروح مع حضراتكم لسيد عبد الحفيظ مدير الكره في الفريق الاول بالنادي الاهلي، الحقيقه اللي